يا بهزر، ده مجرد مج بس ملوش اي لازمة. اوكي، ويلكم باك. والنهاردة مبسوط ان انا شفتكم. اوكي، النهاردة هنعرف ليه لازم تغير البروفايل بيكتشر بتاعك وانت بتصور، عشان حاجات هنعرفها دلوقتي، وايه البروفايل بيكتشر وايه الدايناميك رينج وايه الفلات مود والحاجات دي كلها هنعرفها النهارده، ويلا بينا نبدا الفيديو. اوكي، البروفايل بيكتشر ده هو ده اللي بيجي مع اي كاميرا موجوده بتتباع، والبروفايل بيكتشر ده هو بيحدد لك الالوان اللي انت المفروض تشوت بانهي مود بيها. يعني مثلا هتلاقي بروفايل بيكتشر بيقول لك لازم يعني ممكن تصور بيها بورتريه او لاندسكيب وهكذا، وكل مود وليه الوانه المعينه. دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي في حاجه منتشره اسمها فلات مود، اللي هي او بمعنى تاني اللوج ده. مثلا لو انا بصور كانون فهيبقى اسمه سي لوج، او لو سوني هيبقى اسمه اس لوج، او لو بتصور بدون هتلاقي اسمه دي لوج. ايه هو الفلات مود ده؟ بيبقى عامل زي ده كده بالظبط، بيبقى الكونتراست بتاعه بيبقى قليل جدا، ساتوريشن بتاعه بيبقى قليل جدا، ما فيهاش الوان، وتبص الفوتج كده تحسها وحشه جدا. بس البروفايل ده لو انت عايز سينماتيك فوتج او السين بتاعك يبقى شكله سينماتيك جدا، انت بتخلي الكاميرا تصور على اللوج ده. ما انت بتصور على الفلات مود ده معناه ان انت بتصور على هاي دايناميك رينج. الهاي دايناميك رينج ده اختصار ال HDR، اللي هو بيبقى معروف بس او ممكن الناس مش عارفه اختصاره قوي، بس هو بيبقى اسمه انت بتصور كده على هاي دايناميك رينج. طلعت بره في الشارع مثلا شايف كل حاجه، السحابه والارض والشادوز وكل حاجه واضحه، بس لما تيجي تصور بالكاميرا الكاميرا مش بتعرف تحدد انت عايز ايه يكون واضح. بمعنى مثلا لو انت عايز تخلي السحابه باينه وتبقى اكسبوز مظبوطه، ف الشادوز هتبقى مظلمة جدا، ولو انت عايز تبين الشادوز وكل حاجة فالسما مثلا او الهايلايت هيبقى موجود هيبقى ضارب جدا. فالفلات مود ده بيخليها تكسبوز اللايت والشادوز مع بعض بالظبط، يخليهم متساويين بحيث يديك سينماتيك فوتج. فكل ما الكاميرا قدرت ان هي تصور على دايناميك رينج بزياده، ده فبيديك نتيجه احسن ان انت يديك سينماتيك فوتج. فبالتالي بعد ما تصور الفوتج هي بتبقى شكلها طبعا زي ما احنا اتفقنا هي بيبقى شكلها وحش جدا، بس في البوست برودكشن او مرحله الايديت انت بيبقى معاك كميه انفورميشنز في الفوتج بتقدر ان انت تتحكم فيها، بحيث تقدر لما تيجي تحط الالوان بتاعتك تعرف تحطها مظبوطه وكويسه، وتظبط الهايلايت بتاعك وكل حاجه تبقى متظبطه. فزي ما قلنا كل ما الكاميرا قدرت ان هي تصور على هاي دايناميك رينج اكتر النتيجه احسن، فبالتالي معظم كاميرات السينما بتبقى غاليه لان هي بتقدر تخليك تصور على هاي دايناميك رينج اكتر، فبالتالي بتديك سينماتيك فوتج اكتر. انت دلوقتي ما عندكش الفلات مود او بروفايل بيكتشر ده، فانت ممكن تخليه فيك او نعمل سيتنجز معينه في الكاميرا دلوقتي هنشوفها، ان انت تخليه فلات مود مش هيبقى هاي دايناميك رينج قوي او مش هيبقى مظبوط قوي يعني، بس هيديك فلات مود بحيث تقدر تصور بيه حاجات تانيه. اوكي، كل اللي هنعمله النهارده البروفايل بيكتشر، ونفتح اول بروفايل، نقلل كل حاجه موجوده هنا، انا اوريدي هنا مقللها وبس كده. انت لو معكش كاميرا مثلا خاليه بتحس تديك هاي دايناميك رينج، فانت ممكن تفكت زي ما احنا عملناه. ده كل اللي كان في الفيديو النهارده، واتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو انت لسه جديد في القناه دي، واشوفكم في الفيديو الجاي. بيس.